أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على ما وصلت إليه البحرين من تقدم وتطور كبير في السنوات الماضية على كافة الأصعدة بشكل عام وفي ملف الحريات وحقوق الإنسان بشكل خاص. جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس مجلس النواب بوفد البرلمان الأوروبي الذي يزور المملكة حاليا بهدف تعزيز علاقات التعاون بين المجلس النيابي وبرلمانات دول العالم والسعي لتطويرها وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين. صفحة جديدة تفتحها الدبلوماسية البرلمانية في مملكة البحرين مع البرلمان الأوروبي، فالأخير جاء اليوم ليطلع عن كثب على تجربة مملكة البحرين الديمقراطية ويطرح ما في جعبته من مبادرات ستسهم في تعزيز التعاون وبناء جسور قوية. عدة اجتماعات جمعت كل من أعضاء السلطة التشريعية ووفد البرلمان الأوروبي، اجتماعات عكست رغبة الجانبين بتقوية التعاون بينهما. كانت هناك مواضيع يعني ناقشناها مثمرة، وكان اجتماع رائع بينه وبين أعضاء البرلمان الأوروبي، تناولنا فيه كل ما يهم يعني البحرين وعلاقات البحرين البرلمان الأوروبي. احنا نؤمن إيمان شديد بأن هذه الزيارات تعزز العلاقة البرلمانية بينه وبين البرلمان الأوروبي. اليوم ننظر إلى هذه الزيارة من الأهمية بأن يقوم أعضاء البرلمان الأوروبي باللقاء المسؤولين في مملكة البحرين بالاطلاع عن كثب على التطورات الحاصلة في مملكة البحرين، إن كانت في المجال الاقتصادي أو السياسي أو في مجال حقوق الإنسان. طبعا اليوم التقينا في مجلس الشورى مع وفد البرلمان الأوروبي، أعضاء البرلمان الأوروبي، وتم تطرق إلى عدة أمور، ومن هذه الأمور العلاقات الاقتصادية بين البحرين والاتحاد الأوروبي، وتم التأكيد على ضرورة تنمية هذه العلاقات من ناحية اقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات في هذا الشأن. فالبرلمان الأوروبي أكد أن مملكة البحرين اليوم تعتبر شريكا أساسيا يطمح إلى تعزيز التعاون معه خاصة في المجالات الاقتصادية. كانت الزيارة مهمة جدا، فقد تطرقنا لمناقشة أمور اقتصادية مثل اتفاقية التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي بين البحرين ودول الخليج ودول اتحاد أوروبا. قمنا بزيارة مملكة البحرين لنرى الحقائق على أرض الواقع. مملكة البحرين شريك مهم للاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأساسي لمملكة البحرين. نحن نتعاون بشكل كبير على الصعيد السياسي والاقتصادي، خصوصا في ظل الظروف الراهنة في المنطقة. تعايش الديانات في البحرين يثير الإعجاب. أنا قلق بخصوص نوايا إيران في المنطقة، هي تتدخل كثيرا في شؤون الدول الأخرى مثل اليمن والعراق، وأعتقد أن تعامل الاتحاد الأوروبي معهم خاطئ. تكلمنا عن هذا الموضوع في الكثير من الاجتماعات. أعتقد شخصيا أن تأثير إيران يجب أن يكشف للعالم، خصوصا ما يحدث في البحرين، فالحكومة البحرينية لا تتعدى على حقوق الإنسان، بل الأمر معقد أكثر من ذلك. هذه الرسالة يجب أن تصل للغرب، وأنا سعيد بأن أقوم بإرسالها استنادا إلى الأدلة والحقائق. البحرين كيان ديمقراطي، وأتمنى لها التوفيق، ونحن في بريطانيا سنكون في غاية السعادة لتقديم ما يمكننا لمساعدة مملكة البحرين على التطور والازدهار. في تصوري بأنها كانت جلسة مثمرة، تناولنا فيها مواضيع كثيرة. أشاد طبعا أصحاب السعادة النواب بتجربة البحرين، وتحدثوا بأن هذه التجربة رغم حداثتها لأنها بها عراقة واضحة. أشادوا كذلك بوضع حقوق الإنسان بالبحرين، وأشادوا أيضا بإيفاء مملكة البحرين بالتزاماتها الدولية في عدة مجالات، من ضمنها مجال اللاجئين، وكذلك في حفاظها على موقعها المتميز في منطقة الخليج العربي. الانطباع الأولي لأعضاء الوفد الأوروبي عن مملكة البحرين كان إيجابيا، خاصة مع اطلاعهم عن كثب على المكتسبات التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. هذه الزيارات المتبادلة بين الجانبين من شأنها أن تنقل التعاون إلى مساحات أوسع، وأن تضخ دماء جديدة ليس فقط على الصعيد النيابي، ولكن حتى الاقتصادي والإنساني والجانب الأمني. سهير عصفور لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.